يمكن لينا نختصرها في كلمة واحدة، هي مجموعة من السموم السائلة. ما نقولوش عندها أخطار، ولكن نقولوا أنها سم. التركيبة الكيميائية ديال المشروب غازي كنلقاو غني بالصوديوم، غني بالكافيين، غني بالمضافات الكيماوية، زائد أنه غني 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 جدا بالسكر. عاد ما خفية كما أعظم. إذا هو ماء ومضافات منكهات ومجموعة ديال المواد. المخاطر ديال المشروب الغازي انه اول حاجه كيحد من امتصاص الكالسيوم، دونك لانه كيف قلت غني جدا بالكافيين. اذا ملي ما كيبقاش كيتمتص الكالسيوم، البنيه العظميه كتولي كتعاني من الضعف، خاصه عند الاطفال. تخيل ان الاطفال اللي خصهم نمو، خص العظام ديالهم تكبر، كياخذوا المشروب الغازي، يعني فين غادي يوصلوا؟ وخاصة عند فئة ديال النساء. احنا كنعرفوا ان النساء كيعانيوا، نسبة كبيرة من النساء كيعانيوا من هشاشة العظام نتيجة نقص ديال فيتامين دي. ديجا فيتامين دي هو الفيتامين الاكثر اكثر فيتامينات عفوا اللي كيعانيوا الناس من نقص فيها. علاش؟ لانه لابور ديالو 90% كيجي من الشمس. اذا اغلبيه ديال الناس ما عندهمش الشمس في بلدان اخرى. في المغرب كاينين بعض المدن اللي ماشي الشمس مزيان، عاد النصاب اللي تيبغيو يخرجوا تيخرجوا بخوطي بليكرون زيف الحوايج طوال. اذا الامتصاص ديال 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 فيتامين دي ما كاينش. اذا هذه يعني تتولي النساء اكثر عرضه لهشاشه العظام، زائد هذا الشيء كيكون اكبر واكبر في بعض قطاع الطن نتيجه ديال الموديفيكاسيون ديال لي هرمون، خاصه الهرمون الانثوي. اذا قلنا انه من بين الاسباب انه كيحد امتصاص الكالسيوم نتيجه الكافيين اللي مرتفعه في المشروبات الغازيه. دراسات كثيره كذلك كتربط ما بين استهلاك المشروبات الغازيه وما بين تسوس الاسنان عند الاطفال وعند المراهقين، زائد السمنه عند الاطفال وعند المراهقين. وهذا سي جوستيفي. علاش؟ لانها غنيه بالسكريات. الا جينا نشوفوا اون كاليت ديال مشروب غازي نقدروا نلقاو فيها 5 4 7 حسب النوع ديال هذا المشروب الغازي ديال لي مخصو ديال السكر. اللي كتشرب نتا كانت تقدر تشرب حتى جوج، لانه كيجيك بارد منعش، ما عرفتش كيفاش يعني الناس اللي كيبغيوها. ثاني حاجه انه المشروب الغازي كيؤدي لاضطرابات خطيره على مستوى الجهاز الهضمي. دابا انت ملي كتاخذ واحد الوجبه دسمه، مثلا خديتي واحد الغداء ثقيل فيه اللحم بالدسومات بالبرقوق، هذا كتجي كتقول ايوا راه خصني نهضم، دونك خصني نهضم معاه بواحد المشروب غازي. المشكل اللي كاين انه هذاك المشروب الغازي ما كيهضمش ليك، على العكس هو كيزيد من افرازات الحامض المعدي، وكيزيد من 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 تطبيط عمل الانزيمات المعديه، دوك لي زونزيم اللي الهاضمين بحال كيكبحهم ما كيخليهمش يخدموا، بالتالي كيولي واحد المسلسل ديال الاضطرابات ديال الجهاز الهضمي لا حصر لها. هذا كذلك المشروبات الغازيه كذلك كتاثر بواحد الشكل سلبي على الكلاوي. اشنو كتعمل؟ كتغير في التركيز وفي كميه المعادن اللي كيكونوا في البول، وبالتالي هذا التغيير في التركيز المعادن كيؤدي لظهور الحجر في الكلاوي. كذلك المشروبات الغازية كتأثر على القلب، كتأثر على الكبد، كتأثر على جميع الأعضاء الحيوية. وبالتالي فاللي كننصح به الناس أن المشروب الغازي ما خصوش يدخل المنزل ديالنا، هي عادة فقط. لأن كاين اللي كيقول لك أنا لا، أنا كنبغي المشروب الغازي ما نقدرش نقطعه، كنبغي هذا لامارك، كنبغي هذا، كنبغي هذا، ولكن ما يمكنليش نقطعه. لا، لانه هو يفا ابورتي ريال لا سونتي ديالك، الجسم ديالك ما غيستافد منه والو، بالعكس هو غادي يضره. فبالتالي يمكن لك تستغنى عليه، هي مساله التعود، انما العاده بالتعود. حاجه اخرى انه الا كنتي مثلا خديتي واحد الوجبه دسمه، فلا داعي انك تدخل مشروب غازي تزيد الامر سوء. يمكن لك تاخذ مشروبات عشبيه، تقدر تاخذ اتاي،
المشروب الشعبي بامتياز في المغرب. المغرب كنظن ثالث دولة مستهلكة للشاي في العالم. أتاي غني باللي زانتي أوكسيدان، غني بالكاتيشينات، مشروب لذيذ رائع، شرط أنه ما يتخدش بالسكر طبعا. كاينين مشروبات عشبية بحال مثلا النفع اللي هو كلاسي من 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 أول الأعشاب اللي كتعالج لنا الاضطرابات الهضمية وكتخفف منها. طبعا كاين البابونج، كاين الزعتر، كاين ازير، دونك مجموعه من الاعشاب كل مره نختاروا نوع وناخذوه، فهو سيغمون غادي يكون بينيفيك، زائد انه غيخفف لينا من الاضطرابات ديال الجهاز الهضمي، فغايفا ابورتي يعني نسبه كبيره من مضادات الاكسده ومن المواد النافعه